انت رح انزل بس انت اهدى بترجاك مشان الله تهدى وتسمعني شوي. انت كيف بطاوعك قلبك تقتل ولد صغير والله ما دخله؟ فكر شوي ابني ما دخله باللي صار من قبل. خلص خرسي. لك هذا ولد صغير اذا شاف هالشي رح يخاف ويرتعب. ابني لساته صغير ما له ذنب بترجاك. لك خرسي لك خرسي. طيب على مهلك امشي. اذا شافني ابني بهالوضع رح يرتعب. خلص لا تسمعيني صوتك. بوس ايدك اتركني هو ما دخله. لا بقى تحكي. خليني اشوفه شوي. تعي لهون. بعد ما قتلت اللي بحبهم هداك اليوم مفكرة اني رح سامحك؟ ما مستحيل. بدك تتحسري على ابنك مثلي. يا يوسف والله اللي صار كان حادث سيارة، يعني القصة مو عن قصد. ما انت ليش هيك عم تساوي؟ السيارة اللي كانوا فيها طلعت بوشنا فجأة، كانوا وقتا مسرعين كتير ومشان هيك ما قدرنا نوقف، واللي صار قضاء وقدر. لهيك حكمت المحكمة ببراءتنا. خرسي لا تسمعيني صوتك لانه هون ما في محكمة. وقف. شو رح تساوي هلأ؟ لا تأذي ابني. لو بنتك كانت عايشة هلأ أكيد كانت رح تقول إنك واحد مجرم بده يقتل ولد بريء وما له ذنب. لا أنا ماني مجرم. أنا ماني مجرم. أنت واحد مجرم. مشان الله لا تقرب على ابني. اتركه بحاله. اترك ابني ببوس إيدك. لا تعمل فيه شي ببوس إيدك. طيب عمل لك القصة ما صارت عن قصد. لك ليش تقتل لك ابنك ومرتك؟ بترشك لا تقتلنا. لا لا هيك بتخرسي. قوم جلال. جلال قوم. وصلنا؟ ايه وصلنا. امي وين راحت؟ امك نزلت سبقتنا وقالت لي استنى جلال ليفيق وبعدين بتجي انت وياه لعندي. ماشي. عمو يوسف معلش اخذ هدول معي؟ طبعا حبيبي. تعال احط لك السماعات. هيك منيح. تعال شوف. ماما عم تستنانا هنيك. وين جلال؟ يوسف أخذ لهني. لوين؟ ركض لحقه لحقه. تقلان وزنك ها؟ هون كتير عتمة. أنا خايف كتير. حبيبي ما في شي لا تخاف. أمك هنيك ونحن رايحين لحتى نشوفها. طب ليش ماما تركتني وما أخذتني معها؟ والله ما بعرف هي ليش سبقتنا. بدي انزل عمو. خليني حاملك مشان ما توقع أحسن لك. ما رح أوقع بقدر أمشي لحالي. طيب بس بدك تمسك إيدي ها؟ أمي أمي نحن أجينا. وينك أنت؟ جلال جلال عمو يوسف مطولينا نوصل؟ لا بقلنا شوي ومنوصل. ما ضل كتير. بابا؟ بنتي؟ وينك يا روحي؟ بابا لا تعمل هيك لو سمحت. شو بك عمو يوسف؟ شو صار لك؟ ما في شي حبيبي جلال. يلا خلينا نروح لهنيك. بابا اسمعني لو سمحت. الله يوفقك. اتركه لا تعمل له شي. خليه يروح. Thank you.
جلال! وين بده يكون أخده؟ غسان! بوس إيدك أعمل شي! والله بجد تصرفش إلى الولد يا ربي! خلاص اهدي يا ياسمين! يا الله تساعدنا! لا! روح شوف ابني شو صار له! قتلوا لابني يا ربي دخيلك! لا يا ربي! يا ربي دخيلك وينه؟ جلال! جلال حبيبي! تعال عندي حياتي! لا تخاف، أنا جنبك يا روحي! لا تخاف يا عمري، صار لك شي حبيبي! عمو يوسف قال لي اجي لهون وقال لي روح لعند أمك، وبعدين سمعت صوت مسدس. خوفتني! خوفتني عليك كتير يا روحي! خوفتني! خلصت هالقصة وهالعيلة الصغيرة نفدت من الانتقام اللي كان يوسف مخطط له، وبعد هالقصة رجعوا التموا مع بعضهم مثل ما كان. يلا اطلعي. وأمل كمان رح تنفد وتفتح عيونها على حياة جديدة. أما يوسف يلي كان راكد ورا الانتقام حس إنه الشي اللي عم يعمله غلط، وهو هلأ بيعرف إنه ما رح يقدر يكمل حياته بطريقة طبيعية. مشان هيك قرر إنه يلحق مرته وبنته ويجتمع معهم مرة تانية. أحياناً منتعرض بحياتنا لمصيبة بتفرقنا، وبتجي مصيبة تانية وبتجمعنا. وياسمين وغسان بعد التجربة الصعبة اللي مرقوا فيها رجعوا لبعض، بس هاي المرة ما رح يفترقوا أبدا. تتذكري لما كنا نيجي نقعد هون؟ كنت عم فكر بنفس الموضوع هلأ. عجد؟ كنت تخافي حدا يشوفنا؟ كانت أيام حلوة كتير ياسمين. صح. لك ياسمين بدي إليك سر. شو؟ ما بتتخيلي قديش بخاف أخسرك وتروحي مني، فوق ما بتتخيلي. أنا ما كنت متوقع أبداً إنك بتقدري تتزوجي واحد تاني غيري. كنت عايش على هالأمل، مفكر إنه أنت إلي دايماً. لما خبرتني سوزان إنك رح تتزوجي نهار كل شي بحياتي، اسودت الدنيا بوشي وحسيت حالي وحداني ومالي حدا. بجوز لهيك أنا، ومشان خليكي تنقهري وتتعذبي، عرضت عليها الزواج لسوزان مع اني ما بحبها. وقدرت تقهرني ياسمين؟ انا بعمري ما حبيت غيرك ابدا، وكتير تعبت لاني بعدت عنك. ياسمين انت اغلى شي بحياتي كلها، تقبلي تتزوجيني وما نفترق مرة تانية؟ وما رح نفترق مرة تانية. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.